أنا معايا على التليفون دكتورة نادية حلمي، خبيرة الشؤون الصينية بجامعة بني سويف. برحب بحضرتك معانا يا دكتورة. أهلا بيكي يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني قراءة حضرتك للزيارة المنتظرة للرئيس بكرة للصين والتعويل عليها، لو اتكلمنا على العلاقات السياسية وانعكاس ده على أن يكون في علاقات قوية في النواحي الاقتصادية يا دكتورة. يعني في حقيقة الأمر أن زيارة الرئيس السيسي للصين بتعكس أهمية العلاقات الصينية المصرية في الفترة الحالية. يعني في الفترة الحالية وجدنا أن الدائرة الأسيوية أضحت بتشغل بال صانع القرار في مصر، وأضحت بتشغل أهم مواقع الصادرة في السياسة الخارجية المصرية في إطار ما يعرف بسياسة التوجه شرقا. أهمية الزيارة أو المنتظر تحقيقي من خلال هذه الزيارة، يمكن أول حاجة النقطة مهمة جدا التي يعني يجب أن نضعها في الاعتبار، أن مصر بتسعى لأخذ مقعد دائم في مجلس الأمن من 2016 ل 2017، لذا تسعى مصر للحصول على دعم الصين بقوة باعتبار أن الصين واحدة من الدول الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن، ومن الممكن أن هي تدعم مصر في هذا الأمر. الأمر الثاني المتوقع من خلال هذه الزيارة أيضا أن مصر بتتوقع لعمل شراكة استراتيجية شاملة مع الجانب الصيني، خاصة أن الصين مبدأها الأول هو في من مبادئ السياسة الخارجية هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. لذلك فإن الصين هي الشريك الأفضل لمصر في القرن يعني الحالي. ويمكن تسمحي لي أن أعلق على مقولة الرئيس السيسي، وهي التي تم إبرازها في الصحافة الصينية، وأنا أجيد أتحدث باللغة الصينية عندما قال أدعوكم كي نعمل معا. الصحافة الصينية قامت بتغطية يعني هذه المقولة، خاصة عندما دعا الشعب الصيني بأن يضع أيديه في أيدي الشعب المصري، ورحب بمبادرة إحياء طريق الحرير القديم، وهي المبادرة التي نوه عنها الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ من خلال مؤتمر التعاون العربي يعني الصيني في شهر يونيو الماضي. أيضا يعني الصحافة الصينية نوهت لكلمة المبعوث الصيني السابق لعملية السلام وصي كي، الذي أكد أن يعني الصين ترحب بعودة الاستقرار الكامل يعني لمصر في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وأيضا المؤتمر الذي عقده المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشينغ قان، والذي رحب بإقامة علاقات تعاون استراتيجية شاملة مع الجانب المصري. يمكن أهم نقطة يعني الجانب الصيني يرغب في إبرازها مع الجانب المصري، وهي المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ويعني يعد ملف مكافحة الإرهاب هو من أهم ملفات العلاقات التعاونية ما بين القاهرة وبكين، والتي من المتوقع أن يتم التركيز عليها ما بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ. ويمكن يتضح ذلك من خلال الزيارة يعني 23 نوفمبر الماضي الحقيقة، زيارة قام بها السيد مانغ تيان زاو، وهو نائب رئيس الوزراء والمسؤول على اللجنة القانونية والأمنية بالحزب الشيوعي الحاكم بالصين. يعني خلال زيارته لمصر والتقائه بوزير الداخلية المصري سيادة اللواء محمد إبراهيم وعدد من قيادات المجلس الأعلى للشرطة، الحقيقة أنه هو يعني دعم مصر ورحب بتقديم كافة أوجه التعاون الفني والدعم الفني واللوجستي لوزارة الداخلية المصرية من أجل تحقيق رسالتها في القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة. ويعني في خلال هذه الزيارة التي قام بها السيد مانغ يعني قام بشكل العمليات أو الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشرطة المصرية والجيش المصري، وأعرب عن تقديره لتقدير بلاد جمهورية الصين الشعبية لما تبذله مصر من إمكانيات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، وأعرب عن رغبة الصين في أن تقيم علاقات استراتيجية وأمنية مع الجانب المصري لدعم مصر في مجال أو ملف مكافحة الإرهاب. يعني أنا بشكرك الحقيقة، شكرا جزيلا دكتورة، يعني على الصورة الكاملة يعني تقريبا لحضرتك اديتها لنا عن أهمية هذه الزيارة، توقيتها، أبعادها، إيه المنتظر منه، سواء بنتكلم هنا على الجانب المصري أو في الصين ورؤيتهم يعني وتطلعهم أن يكون في علاقات أكثر قوة مع مصر سياسيا واقتصاديا. شكرا دكتورة نادية حلمي، خبيرة الشؤون الصينية بجامعة بني سويف، شكرا جزيلا.